موينه لهذا الكونسيل. الو الدراسه الدينيه كتلتزم ثلاث مراحل، يعني هاد ثلاث مراحل اللي غادي نقدم لكم وهي تعريف بالديسيسيونير اللي هو درابور، يعني غني على التعريف لانه ك ك ك كشركه هي بدات ذات في لو دومين ديال جرف الرمال منذ الستينيات، وكانت رسميه في الثمانينيات، وبعد ذلك الخصاصه الى ذلك الى غير ذلك. و هي كنعتبروها كمختصه في الدومين، و ك اونتربريز ماروكين مختصه في الدومين، يعني لو كومبلكس يعني كاين لو بوزوان، دائما محتاجين الرمال. ولو تعطى لوتوريزاسيون تعطى لوتوريزاسيون، حنا دائما محتاجين الرمال لان حنا في واحد لو شونتي كي اوفير لكل شيء. لو بروجي غادي يكون، هذه هي النقطه الاولى، ومن بعد غادي تكون شنو هي البيئه ديال المكان ديال المقلع، يعني البيئه اللي كاينه قبل ان يكون المقلع. هذه هي الدراسه اللي كنقوموا بها، هي دراسه ميدانيه، كنخرجوا كنحاولوا ناخذوا مجموعه من التربه دي زيشونطيون ديال التربه ديال البيولوجيه، وكنحاولوا نديروا لي زاناليز ديالها باش نعرفوا واش هاد التربه يعني شنو هي الطبيعه ديالها، وشنو هي القيمه البيئيه ديالها، وكذلك شنو هي القيمه التجاريه ديالها. هذا فولي لو ثروازيام فولي. لو كاتريام فولي هو شنو هو التاثير ديال المشروع على ديك البيئه اللي تعرفنا عليها، وهو الفولي. ومن بعد تنفرضوا حنا كمكتب دراسات كنفرضوا على الشركه واحد القوانين باش نحافظوا على ديك البيئه، يعني كنتعرفوا على كل ما كيقيس البيئه، وكنعطيو الحلول للشركه اللي كتكون الشركه ملزمه بها، لان هذاك لو دوكيمون اللي كتصاوب اللي كيصاوب لو بيرو ديتود هو كقانون تنظيمي لديك الشركه كيفاش غادي تخدم، يعني. وهذا الامر هذا بعد مناقشات مع اللجنه الوطنيه اللي كانت مكلفه بالمشروع تم المصادقه عليه، يعني الان هو فقط كتقديم للرأي العام وتبسيط لما قمنا به كشركة خاصة ديال البيئة باش تعطى لوتوريزاسيون للدرابو. يعني المشروع ما دامت الموافقة عليه فإنه يخضع القانون البيئي 29/13، يعني هذا الأمر هذا لا نزاع فيه. وهذا القانون هذا كيف يعني هذا القانون هذا كيف رد بانه اولا يكون عندنا واحد المصدر ديال هذه التربه، وحسب دراسه وطنيه فان المغرب يتوفر على 4 مليار ديال متر كوب ديال الرمال في البحر اللي ممكن يستغلها، يعني ما ترونه يعني في التيارات المائيه اللي كتهبط من النور ويست لو سود ويست لو سود ايست، هاد التيارات هذه هي تمر ما بين كيلومتر على المكان، يعني ما بين لاباج و 1 كيلومتر. حنا هاد لاكارير هادي اللي على الدرابور هي بعيده ب 1.4 كيلومتر 1.9 كيلومتر، يعني التيارات المائيه ما غاديش تقيسها. وهذا المكان هذا يتوفر على رمله ذات جوده ممتازه، واللي غادي يستافد منها المغرب، واللي غادي يستافد منها الجماعه، واللي غادي يستافد منها المداخيل الكثيره اللي كتجي عبر لي تاكسي دي زامبو. يعني والقانون 27/13 كينص كذلك على انه توت اكسبلواتاسيون توت اكسبلواتاسيون في لا زون مارين خصها تكون au-delà de moins 20 mètres. C'est un indice qu'on a, un indice qu'on a.
هنا عندنا حنايا ناقص 14.75 دابور عادي تبدا حتى ناقص 20. حاجه اللي ما عادش تقيس في الرمال الشاطئيه وما عادش تجرف بالله. هاد الرمال هذه درت بعض الدراسات عليها، هي تتميز بانه التربه الصغيره ولا بارتيكول فين قليله فيها، وهاد لي بارتيكول فين هما اللي كيديروا واحد المشكل من بعد لافيبيديتي في القطعه ديال الجرف الرمال، كتكون واحد السحابه تحت الماء. هاد السحابه هذه بيسكو عندنا لي فين قلال يعني ما عادش تكون عندها تاثير على العمل اللي غادي تقوم به هاد الشركه. كانت دراسه بيولوجيه كتحدد واش عندنا في هاد لا زون دو دراغاج واش عندنا دي سبيس اللي كيتولدوا فيها كثار، واش هذا في هاد المنظور هذا تم رجوع الى مختصين ذات صيت عالمي اللي ساعدونا وخدمنا معاهم لتحديد الاماكن هادو وهذا وكان استعانه كذلك بالرابور ديال دين راش وكذلك الرابور ديال راش اللي كيحددوا لنا الاماكن اللي كيتولد فيها السمك والاماكن اللي موجوده. وهاد الاماكن كلها كما غادي تشوفوا في الخرائط الاتيه هي بعيده عن لا زون بريفي بور ليكسبلواتاسيون، يعني يكون فيها استغلال. بيان سور الدراسه ديالنا كما كتشوفوا في هذا ما خصاتش المكان فقط ديال استغلال الرمال، ولكن خصات على حسب القوانين العالميه والقوانين الوطنيه لانها كتدخل كاع لونتوراج ديالها حتى في المحيط الفوق، لان داك لا ديسبيرسيون ديال داك النياج ما كتعداش 1000 متر على حسب الدراسات اللي قاموا بها خبراء عالميين، وهادو هما المصادر ديالهم. وكذلك على لومبوشور، على الدخله ديال المدخل هو لوكوس، وكذلك لا بلاتفورم اللي كاينه ديال لوكوس، يعني هادو كلهم دخلوا في هاد الدراسه هادو ودخلوا في كيفاش كيكون التاثير ديال هاد الدراكاج على هاد المناطق كامله. النوعيه التربه اللي كاينه تما هي تربه خاليه من سكرابيل لي ميتولول او المواد السامه اللي تقدر تمشي عبر داك السطور ديال لي فين، خاليه من لي زيدروكاربور، يعني اي تحريك ديال هاد الرمال في الفم ما غاديش يكون عنده تاثير بيئي على المنطقه. يعني اي سو تروف اون دور دو لا ديستريبيسيون دي زو دو لارف دو سادي، على حسب الدراسات وهاد الخرائط هادو كلهم فانهم ديال لي نراش، وكيمكننا بان البيئه ديالنا ما عادش تتاذى بشكل كبير بهذا المشروع هذا. الو هنايا هاد الطابلو اللي كاين في لو بي اس اس او في لاشارت ديال 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 اللي هي القانون باش غادي يخدم باش غادي تخدم درابور، هو كله كيهضرنا على بانه التاثير في الماراليتورال، يعني شاك دومين ولا كل ماركة ولا كل مكونه للمحيط البحري بانه التاثير ديال المشروع هو فابل 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 موديري بالنسبه للريد كوت. وغادي نشوفوا شنو هما شنو باش غادي تلتزم الشركه لتفادي اي هذا، والباقي اللي هي كلها كتكون جد غير مؤثره. حتى بالنسبه للبيولوجي عندنا مشكل في لافونتيك، مشكل هو لي زيسبيس بانتيك اللي كاينين كيفاش غادي نحافظوا عليهم، لي نورسري الفريا حتى هما كيفاش غادي نحافظوا عليهم، ولا فونتيك بيان سور. هذا المشروع عنده واحد لامباكت بوزيتيف كي هي ان امباكت برينسيبالمون سوسيو ايكونوميك اللي كيتعلق بال هذا اليمونطاسيون ديال لو مارشي باغ لو سابل، لان عندنا خصكم تعرفوا كذلك بان المغرب عنده بينوري دو سابل، بينوري اللي هي عنده خصاص كبير في الرمال.
البرودكسيون ديال ماتيير ستاندارد ديال لون ديزاج لومبلوا، لان ما ننساوش بان هذا المشروع هذا عليه خدم 120 شخص بطريقه مباشره، وعادي خدم حتى 2000 شخص بطريقه غير مباشره، بانه يبقى رابورتي دي سوم انورم على حساب ديك لي فونت ديال دوك لي صابي كون تاكس ليتا. وهادو هما النقاط الايجابيه ديال هذا المشروع. ارنولد واش عنده ان امباكت كبير على الانفيرونمون اكثر من انه عنده ان امباكت بوزيتيف في لو كونتي سوسيو ايكونوميك؟ وفي هذه الحاله هذه فانه لو كونتي سوسيو ايكونوميك هذا عنده واحد الربح اكبر، وبانه عاد يقيس البيئه كما كتقيسها طريق ديزا فوسط في لا زون كوتيير. وما نساوش بانه عاد